مقبلات البنجر واليوسفي. هنا عندنا يوسفي جبناه غسلناه كويس جدا، وتكون واحدة يعني ناشفة ماسكة نفسها ما تكونش فاضية. وقطعناه بسكينة حامية مشرشرة، مش سكينة عادية، لازم تكون مشرشرة علشان ما يتعجنش في ايديكم. عندي بنجر مسلوق، البنجر بنجيبه نغسله كويس جدا جدا بالمية وبالفرشة أو بالليفة بتاعة الخضروات، وبعدين بنرفعه على النار مية بتغلي لحد ما يتسلق. أما بيتسلق باخده بإيدي، بمسكه تحت الحنفية وبإيدي من غير سكينة بفصل القشرة عن البنجراية نفسها، يقوم تتقشر في إيدي من غير ما أكل منها لحم كتير ومن غير ما شكلها كمان يتغير. فدي أسلم طريقة لتقشير البنجر. بعد كده عندنا عصير يوسفي، قشرنا اليوسفي وضربناه في الخلاط بدون أي إضافات وصفيناه. وبعد كده عندنا معلقة كبيرة من زيت الزيتون، معلقتين كبار من الخل الأحمر أو أي نوع خل مش هتفرق، وبعدين عندي عين جمل وعندي نعناع. يعني الموضوع بسيط وسهل وما فيهوش أي حاجة طبعا زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انتوا عارفين فايدة البنجر للأنيميا، للصحة طبعا عامة ولعلاج الأنيميا خاصة أو الوقاية من الأنيميا. يعني واحدة بنجر في اليوم سواء مسلوقة أو نية، سواء معمولة بقى بأي طريقة كانت، يعني ممتازة لعلاج الأنيميا والوقاية منها. نرص بقى اليوسفي كده، طبعا اللي ما عندوش يوسفي او ما بيحبوش وعنده برتقان ممكن يستخدم برتقان. خايفة بقى على ايدي بصراحة. طبعا انا مش هاخد عصير اليوسفي ده كله لان انا عندي حبة صغيرين، فهسيب حبة احط عليهم شوية سكر واشربهم بحبه قوي. وادي الخل وادي زيت الزيتون، واللي يحب يحط مع رشة الملح رشة سكر ممكن جدا. وبعدين نحط ورقتين تلاتة كده من النعناع جوه الدريسنج عشان يدينا طعم، وبعدين نقوم نازلين بالدريسنج ده على السلطة. مفيش اسهل من كده. طيب لمعلوماتكم بس ان السوبر ماركت دلوقتي موجود فيها البنجر مسلوق في كانز زي الدورة الحلوة، فده هيبقى لطيف قوي لو حد مش عايز يعني يسلقه او كده، هاتوه مسلوق في العلب بتاعته.